أهلا بيكم في درس جديد من سلسلة تعليم العزف للمبتدئين من الزيرو. النهاردة هنكمل مع بعض تمارين مرونة الأصابع. زي ما احنا عارفين، كل ما الأصابع بتاعتنا تكون مرنة كل ما نعزف بشكل احترافي وأكاديمي. أخدنا في الدرس اللي فات التمرين الثلاثي والرباعي والخماسي، وهسيب لكم اللينك بتاع الدرس اللي فات في الوصف أسفل الفيديو. النهاردة هناخد أهم تمرين، تمرين 3 زائد 5. مهم جدا يا جماعة، لازم تعرفوا ان الدرس عليه 30% بس، لكن تدريبك الكتير في البيت هو اللي عليه 70%. أشجعك تشترك في القناة وتتابعنا وتتابع كل الفيديوهات اللي بننزلها. اغلب السلالم والمقامات الموسيقية بتتكون من 8 حروف موسيقية. يعني مثلا لما ناخد الدو ميجور، بيتكون من الدو ري مي فا صو لا سي دو. دول 8 حروف موسيقية. طب ازاي انا هعزفهم بايديا وايديا اصلا فيها 5 صوابع بس؟ فعلشان كده ده فايدة التمارين 3 زائد 5 اللي هو 8. بلعب ازاي التمارين؟ بلعبه كده، هلعبه في الاول وبعدين هوضحه. زي ما انتوا شايفين، انا لعبت اول 3، 1 2 3، وبعدين لفيت 1 2 3 4 5، وانا راجع الخمسة عملتها بالمقلوب 5 4 3 2 1، وبعدين لفيت 3 2 1. لما اعزفه على بعض هيبقى كده. هعزفه تاني بطريقة أبطأ، وبعدين بلف. لو لاحظتوا، اول ما بعزف اول 3 بلف بالساعد ده كده، ده بيبقى كده وبلف كده. ما ينفعش العب كده من غير ما الف، لازم الف. وانا راجع نفس الحكاية، الف. هلعبه من لغاية افضل العب فيه، كل مرة هسرع. بعد ما امرن ايديا اليمين امرن ايديا الشمال. ايديا الشمال هتبقى 5 3 5، بعدين 3،